يعاني سكان مدينة الموزع في محافظة التعز مع عودتهم إليها بعد تطهيرها من ميليشيات الحوثي التي زرعت مئات الألغام الأرضية والتي دمرت المنازل وقلصت مصادر رزق الأهالي. وأمام هذه المعاناة يجد سكان مدينة الموزع أن عليهم إعادة البناء والتأهيل من جديد. حتى وقت قريب كان مهيوب عمر يعيش مع عائلته في مخيم للنازحين بضواحي مدينة المخا غربي محافظة تعز، بعد أن ترك منزله مجبرا في مديرية موزع بسبب سيطرة الحوثيين على المنطقة. لكن هذا المسن ذا 70 عاما عاد أخيرا ومعه أبناؤه وأحفاده إلى منزلهم الذي يعيشون فيه منذ عشرات السنين. يعتمد مهيوب وأبناؤه على تربية الحيوانات كمصدر رزق وحيد لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسرة، بيد أن حرب ميليشيات الحوثي واحتلالها لقريته أفقدته الكثير منها. كنا نزحنا المخا، نزحنا هنا من الحرب حق الحوثيين، يعني هربنا منهم إلى المخا، جلسنا المخا سنة وشهرين، ثم تحررنا البلاد رجعنا عندما تحرر كلها الحوثيين، الحمد لله روحنا إلى البلاد، لكن البلاد يعني الدنيا صافي بعدهم، ولا بهائم ولا من اسمه عفش البيت. تحرير منطقة موزع وقراها أنهى الجزء الأكبر من معاناة هؤلاء السكان، لكن آثار حرب المتمردين الحوثيين ضد اليمنيين ما زالت واضحة على وجوه الكبار والصغار. معظم النازحين الذين شردتهم ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية موزع غربي محافظة تعز عادوا إلى ديارهم، لكن بعضهم كانوا ضحية للألغام الحوثية. هذا الفتى علي إبراهيم علي أصيب بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي قبل طردها من المنطقة. إصابة إبراهيم استدعت إجراء عملية جراحية لقدمه اليسرى، وأسرته المنهكة بالفقر والمعاناة غير قادرة على دفع تكاليف الرعاية الصحية. كنا نازحين بعد ما رجعنا البيت بعد ما تحررت، افتقيت ترعى الغنم، افتقر بلغم، افتقر بلغم سلم الله عليه، بس في رمضان افتقر بلغم لما كرح وانا قري لما كرح افتقر بي افتعت تكسرت رجلي. وبالرغم من تحرير مديرية موزع ومركزها، إلا أن لمعظم سكانها قصص معاناة مع الحوثيين الذين لم يجلبوا شيئا للمنطقة غير الدمار والنزوح وكميات كبيرة من عبوات الموت والشعارات الطائفية المستوردة من إيران. فواز منصر، سكاي نيوز عربية، محافظة تعز.